طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. السلام عليكم. هذه الارض جدي خلاها للوالدين ديالنا والاخوان وهذاك فهمتي والورثه كاملين، راه الملكيه ديالها عام 1949 ايوا 1949. تفاجئنا، جاو شد النفوذ زوروا هنايا وداو كل شيء وحافظوا، وخينا ضحيه دابا كيقول لك خرجوا منطقه مو صغيره. حنا سلاليه مربين هنايا، الحياه ديالنا كاملين هنايا. شحال من اسر؟ شي 36 اسره. 36 اسره، ودابا كي مبينوها في واحد مسكين كيبغي يديوها هنا للحبس. او عندهم اليوم دابا الدوان اليوم يستمعوا منه، جابوا التراكس من هنايا باش يحدوا وكذا. دابا ملي هضرنا مع التراكس مشى فحالو هذاك، كيجيبونا ديما كيرعبونا، كيرعبونا الوالدين ديالنا، الوالدين ديالنا مراتي مساكن كل شيء. واش الناس هنايا ساكنين هنايا؟ كلشي دار العائله هنايا، حنا ملي خلقنا عرفنا راسنا هنا. وبالنسبه لهذه الخيام شنو واش مساكن؟ مساكن بوبري مقايله مضالين هنا مساكن. جاو رعبوهم في الصباح خصهم يزربوا لهم من حقهم، يوقفوا مساكن على الارض بابا هما الناس ما كتسرقش ولا شي حاجه. عطى الله هو هذا الراجل ديالي داوه واحد المحكمه وخرجوا بالتركس. شنو طالبين مننا؟ ياه انا خلى لي ولادي ومديو داوه وعملوا اللعبه، عملوا له اللعبه وخرج وجابوا التركس باش يضربوا الارض ديالهم. اش من سبب؟ ها هذا اللهم هذا منكر، هذا الشيء اللي ما كاين ما نقول لك. الله يجازيكم بخير. انا واحد من هاد الورثه هادو، الوالد ديالي توفى وتركني، فتحت عيني جبرتها عند الوالد كيفلاح فيها. حنا هاد الارض هادي منا عشنا بين عشيه وضحاها، تفاجأنا بان الناس الكبارين بغاو يصالوا لنا الارض ديالنا يديوها لنا. ها الحجه الحقيقيه، جدي الله يرحمه مسكين شاريها عام 1941 49 عفوا. يعني حنا دابا حنا ولينا بحال اللي حنا هجمنا على هذه الارض هذه، وعندنا الدعوه في المحكمه يعني مدد من عام 2000، والدعوه في المحكمه عندنا الموكل ديالنا، عندنا المسائل ديالنا، وعاملين السيد اللي كيخدم فيها هنايا عمي راه ساكن هنايا، هو اللي ساكن فيها. انا فتحت عيني جبرتو هنايا فيها، حنا صغارين معاه. يعني دابا اليوم كيقولوا ما عندهم الحكم ديالهم، راه منزل عندهم وصبروه واعتقلوه في المحكمه باش بانهما يستغلوا الفرصه يخرجوا هنايا يديوا الارض. هو راه ما كاينش بوحديته، راه الا مشى هو كاينين اخرين، كاين جيل صغير، كاين ناس كبارين، كاين الورثه، كاين الزوجه ديالو، كاين اي حاجه اللي بغاوها حنا كنحضروها لهم. وحنايا الاصل ديالنا فينا هو هذا، علاش؟ اللهم هذا منكر، هادشي ماشي معقول. غادي يديونا الارض ديالنا علاش؟ حنا بين جات التراكس كيحفر هنايا ووقفناه، حنا اللي وقفنا، قلنا له الدعوه راه على طريق المحكمه يوقف هادشي هذا حتى نشوفوا شنو غادي نعملوا. ودابا حاليا السيد راه هو في المحكمه عندهم معتقل، ربما شوفوا واش يسرحوه او لم يسرحوش. اعتقلوا بانه هو كيخدم فيها، يعني هو اللي كيمتنع، زعما هي ماشي الارض ديالو بوحديتها، هو واحد من الورثه من الافراد.